مشاهدينا الكرام اينما كنتم تابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في قلب العاصمه المقدونيه سكوبي على ملعب فيليب الثاني ارينا نهائي السوبر الاوروبي رقم 44، وسيجمع بطل دوري ابطال اوروبا ريال مدريد ببطل الاوروبا ليج مانشستر يونايتد. هو في الحقيقه النهائي السادس بين الانجليز والاسبان في هذه المنافسه، ثلاثه تتويجات انجليزيه مقابل تتويجات مشفره من مورينيو لجارث بيل. مارتشيلو يعدي مارتشيلو على مستوى نقطة الجزاء، جارث بيل مرة أخرى أبرز فرصة لريال مدريد منذ بداية المباراة. زين الدين زيدان، ومن لا يعرف زين الدين زيدان 45 عام ما عجز عن تحقيقه جوزي مورينيو مع ريال مدريد. توينا الكرة من توني كروس، جول راموس 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 المطرقة الملكية، يعدي ويمشي وترجع له إيزكو، يحاول التصويب كرة بعيدة، دخية يعاتب في دفاعه لكن إيزكو تصويبته بعيدة، لكن المحاولات مدريدية بكل تأكيد. وهذه كرة رائعة، جول جول جول، لا ماذا يقول الحكم؟ جول 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 للريال، فريق ملكي بمدرب ملكي وكان لاعب ملكي. ما هذا يا ريال؟ الابيض المدريدي يغرد لوحده، طاير طاير كاسيميرو في الجو العالي، اليساريه البرازيليه لكاسيميرو، كره الهدف الاول، جول رائع ممتاز كريم، التسويب رائع، دخية ممتاز كريم بنزيما. ريال مدريد بدون رونالدو يلعب يقنع يمتع، ومانشستر يونايتد الحكم الايطالي يراقب الساعه. وهذه كره لوكاكو بالراس يتفوق على حاول المرور بيل في التمهيد لتوني كروس، يسدد كروس رائع، دخيه تسويبه المانيه ناريه واستماته في الحراسه اسبانيه رائعه لدافيد دخيه. ايسكو ايسكو إمادي كارث بيل، كرة رائعة، سلام، جول جول، شنو هذا؟ شنو هذا؟ كرة افتراضية، كرة عالمية، كرة ولا في الأحلام، يا زين الدين يا زيدان، لا 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 لا، مورينيو يعاين الأذرار أمام الريال الرويال، إيسكو في البداية إيسكو في النهاية من جانب ريال مدريد ببساطة بالعربي بالانجليزي. أندر إريرا، كرة بالراس، جول بول بوجبا، روميلو لوكاكو يرفض الهدية، ومانشستر يونايتد قريب من تذليل الفارق. غريبة غريبة وعجيبة، عجيبة وغريبة، رأسية بوجبا تصدي نفس من جانب يونايتد. نهائيا يريد معاقبة يونايتد وجوزي مورينيو في هذه المباراة السوبر، لكن اليونايتد عنده الأسلحة، عنده الإمكانيات وعنده اللون للقميص. وهذه كرة جول، وكارث بايل، التسويب والعارضة تتكسر، مارشيلو، تسونامي مدريدي رهيب على الشواطئ المانشستراوية. وهذه كارباخال يوسع، ذاعت الكرة لكريم، ريال مدريد في كوكب آخر، ريال ماركوس راشفورد، تميت النمنيا ماتيتش سدد، جول جول جول، لوكاكو الأسمراني يعود بمانشستر يونايتد. الريال في هذه الكرة يعاني، يا مانشستر يا متعدي، ذكر الجماهير العالمية بأمجادك الكروية، احكي للناس الكل على العراقة والمجد والجماهيرية. لوكاس فاسكيز سيكون الحل الأول لزين الدين زيدان. مروان الفليلي في حواره مع سيرجي راموس. كرة جول، كرة جول، كرة جول، يا نفاس يا نفاس يا نفاس، حارس الاختصاص رايح ممتاز امام
ماركوس راشفورد. كايلور نافاس يخلي الريال رويال على مستوى النتيجة. ماركوس راشفورد رهيب ولا رهيب. أسنسيو ومارتشيلو يعدي فالنسيا. ممتاز فالنسيا اللي وصل الفليني. وكايلور نافاس الفليني رغم الإصابة والعصابة لكنه مع ذلك فاسكاز يعدي الأولى والثانية. فاسكاز جول. واو مباراة الحراس. أسنسيو أنا أسميه طبعا راين جيكس الصغير. ماركو أسنسيو. كريستيانو رونالدو يكسب أول مخالفة في المباراة. جماهير يونايتد لا تشاطر الحكم روكي في هذه المخالفة اللي قام بها ليندلاف. هذه الإعادة المسافة. رونالدو كرة بعيدة كرة خارج الإطار. وفي هذه اللحظات يعلن الإيطالي عن تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الأوروبي والثاني لسنة زيدان. نقول ألف مبروك لريال مدريد وجمهور ريال مدريد. حظ أوفر لمانشستر يونايتد لسنة زيدان كمدرب والرابعة له إجماليا. هذه الأجواء